مولانا بيقول لي هذا ملحق بالاعتمادات المستنديه، ملحق بفصل الاعتمادات المستنديه، يعني عم بيخبرني انه في مواضيع بهذا الشابتر ما انحكى عنها فيه، فهي ملحق بهذا الفصل. اول شيء بده يحكيني عن شيء اسمه الاعتمادات المستنديه المصحوبه بسلفه يمدحها البنك. بيقول لي افترضنا في جميع أمثلة فصل الاعتماد المستندية أن الزبون الذي يطلب فتح الاعتماد يستعمل حسابه الجاري في البنك في كل ما يتعلق بهذا الاعتماد، أي أن البنك لا يقدم له أي تسليف لهذا الغرض. بكل الأمثلة بتاعت الاعتماد المستندي قلنا أن الزبون جاي عنده حساب جاري، حساب جاري باللبناني، حساب جاري بالدولار، باليورو، بأي عملة، بس عنده حساب جاري، ومول عملية الاستيراد بواسطة حسابه الجاري. يعني لما فتح البنك الاعتماد جمد له من حسابه الجاري، ولما اجت المستندات واتعملت الحوالي استعمل له حسابه اللي كان مجمد يوم اللي فتح الاعتماد زائد الباقي شال يوم من حسابه الجاري، يعني ما دينوا شيء. يعني الأمثلة كلها اللي شفناها بفصل الاعتمادات المستندية كان البنك مش عم بيدين، كان البنك بس هو عبارة عن عم يلعب دور الوسيط فقط، مش عم بيقدم تسليف، مش عم بيقدم تمويل. ولكن هنا بيقول لأنه قد يحدث أن يكون تمويل عملية الاستيراد بتسليف يقدمه البنك على أن يجري تسديده بعد بيع زبونه للبضاعة التي استوردها. يعني هون ممكن يكون بكتير حالات انه البنك الزبون اللي جاي عم يطلب فتح اعتماد، يا اما هو اساسا ما عنده حساب جاري كافي ليمول الاستيراد، او عنده ما بده يستعمله بده يتدين. فلما يكون هيك، لما يكون الزبون جاي عم يطلب فتح اعتماد وانه البنك يمول عملية الاستيراد، وانه بيقول له انا هذه البضاعة توصل تتعمل الحوالي، وانا لغاية لحظة ما وصلت، لغاية ما مستنداتها وانعملت الحوالي، لغاية ما وصلت على الميناء، انا بعدني مش دافع شيء، بدفع بعد ما توصل وتنباع، بتصير. خلينا نشوف كيف. اذا في مثال واحد، في 24/4 من طلبة بيرلا من بنك الضياء فتح اعتماد مستندي بقيمة 300,000 لاستيراد بضائع من الصين، على أن يجري تمويله بسلفة يقدمها البنك لبيرلا بدون ضمانات، فأصدر البنك كتاب الاعتماد. عظيم. إذا أصدر البنك كتاب الاعتماد يا بدي قيد نظامي، عم بيقول القيد النظامي لفتح الاعتماد من حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة إلى حساب اعتمادات مستندية مثبتة. اختلف القيد النظامي عن الحالات لما يكون عم نستعمل الحساب الجاري. لا، ما المنتظر انه يختلف، لما هذا القيد النظامي ما له علاقة انا شو عم بستعمل بحسابات الميزانية، سواء عم بستعمل حساب جاري او حساب تسليف، هذا القيد لا يفترض انه يتأثر، فما تأثر. إذا من حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المستندية المثبتة إلى حساب اعتمادات مستندية مثبتة. حصل البنك على عمولة 300 عن فتح الاعتماد، ويسجل بنك الضياء إيرادات العملة الأجنبية بعملتها. عم بيقول لي هذا البنك اللي نحن جايين نعمل قيوده اليوم، هذا ما عنده قصة إنه إذا الإيراد أو العبء بالأجنبي بقلبه لبناني فورا بساعة اللي عم بسجله، ما بسجله أجنبي. هذا البنك اللي نحن عم نشتغل هلا بدفاتره بيسجلهم الايرادات بعملتهم، واخر النهار بيحولهم بسعر الاقفال وفقا لنص التصميم المحاسبي للمصارف. طيب اذا هون حيسجل 300 دولار، حيسجلها 300 دولار ما حيقلبها لبناني، فحيعملها لبيرلا مديني ب 300 دولار ويقول لها حساب اولاد مكتسبه. اذا من حساب الزبونه بيرلا تسليفات بالحساب الجاري بدون ضمانات إلى حساب عمولات مكتسبة على إصدار اعتمادات مستندية. لكن هون البنك عمل بيرلا مديني ب
ال 300 دولار وقال إلى حساب أوراق مكتسبة. إذا استعملنا حساب اسمه تسليفات بالحساب الجاري بدون ضمانات، لا مش بيكون بضمانات، بس هون قايل هو إنه على أن يجي تسليفه بسلفة يقدمه البنك، يقدمها البنك لبيرلا بدون ضمانات. عظيم. بعد 15 يوما وصلت مستندات الشحن، فقام البنك بإجراء الحوالة إلى المصدر الصيني. لكن هون البنك لما عمل الحوالة للمصدر الصيني قال إلى حساب المصارف المراسلون. هلا إذا لو قال لي مين هو المصدر، شو اسمه البنك اللي اتعمل له الحوالة، البنك المراسل اللي انعمل الحوالة اللي بالصين، كنا قلنا اسمه، بس ما قال لي اسمه، فقلنا إلى حساب المصارف المراسلون. عملت بيرلا مدينة بقيمة الحوالة اللي عملت. إذا لحد هلا نحن مدينين لبيرلا، نحن كبنك مدينين لبيرلا 300,300، مدينين هون العمولة، جعلناها مدينة بالعمولة، هون جعلناها مدينة بقيمة الحوالي اللي انعملت 300,000. اقتطع البنك عنها إجراء الحوالة عمولة بمبلغ 60. رجعنا عملنا بيرلا مدينة للمرة الثالثة، بس هالمرة ب60 دولار، من حساب الزبونة بيرلا تسليفات بالحساب الجاري بدون ضمانات إلى حساب عملات مكتسبة على حوالات للخارج. صارت لحد هلأ مدينة ب300 360. بعد في داعي للقيد النظامي، مستندات وصلت، انعملت الحوالة، فمن هونيك ورايح ما عاد في لزوم للقيد النظامي، فقلنا من حساب اعتمادات مصرية مثبتة إلى حساب الزبائن المدينون بالاعتمادات المصرية المثبتة. هلأ اللعبة كلعبة قيد، كلعبة اعتماد مستندي خلصت، بس هو قال لي خليك معي، بدي أخبرك شيء. هات نشوف شو بده يخبرك. عم بيقول بعد 6 أشهر سدد بيرلا ما عليها نقدا بالدولار بعد أن جرى تحميلها بفوائد 9,640. إذا بعد 6 أشهر من وصول المستندات، أو 6 أشهر من وصول البضاعة، مش مشكلة ما حيأثر أنا على، لأنه هو قايل لي قد إيه الفايدة، فأنا ما بيلزمني المدة طالما الفايدة معطاة بالمبلغ مش بالمعدل وأنا بدي أحسبها. ف بساعتها بده نعمل قيد نحملها بالفوائد. لما اجت عم تقول انا جاي سدد، فعملنا لها قيد، حملناها بالفوائد من حساب الزبونة بيرلا تسليفات بالحساب الجاري بدون ضمانات 9,640 الى حساب فوائد مكتسبة على تسليفات بالحساب الجاري 9,640. هون يعني لاغراض التوضيح، يعني أنا ماني عارف التواريخ، والحسابات هذا النوع من التسليفات يحمل بالفوائد بصورة فصلية، بس نحن لأغراض بس توضيح اللعبة، أنا ما بدي أقسم اللعبة خالص أو فصل وبلش تاني فصل، وهذا في فوائد هالقد وبدي أجي أنا أحسب الفوائد. فقلنا إنه إنه مرقوا 6 أشهر حملناها بالفائدة اللي طلعت 9,640، وقلنا إلى حساب فوائد مكتسبة على تسليفات قصيرة الأجل للزبائن. هذا حساب إيرادات. من هونيك ورايح بدي أقول لها يا بيرلا، أنت أول شي عملنا قايد حملناكي ب 300، رجعت حملتي 300,000، 300 دولار، هون رجعت حملتي 300,000 دولار، رجعت حملتي 60 دولار، رجعت حملتي 9,640 دولار، لأن هاي عمولة فتح الاعتماد، وهي الحوالي اللي نعمت للصين، وهيدي عمولة الحوالي، وهي الفوائد. أنت لحد هلا مديني ب 310,000، اسمحي لنا فيهم، مدت ايدها على جيبتها واعطتنا 310,000 دولار. قلنا من حساب الصندوق الى حساب الزبونه بيرلا تسليفات من الحساب الجاري بدون ضمانات. هيك بيكون بيرلا سددت اللي عليها، وما عاد البنك له معها شيء من هنيك ورايح. هلا الاعتمادات المستنديه للتصدير شو يعني؟ عم بيقول لي تحدثنا فيما سبق عن اعتمادات مستندية للاستيراد، أي عن القيود في يومية البنك الذي تولى فتح الاعتماد بناء على طلب زبونه المستورد، ولكننا لم نتحدث عن القيود في يومية البنك المراسل في بلد المصدر. شو يعني؟ احنا دايما بفصل الاعتمادات المستندية كنا نحن بلبنان، نحن اللي عم نستورد، عم نحن اللي عم نفتح الاعتماد لغايات الاستيراد.
بس احنا في لبنان مش بس بنستورد، بنصدر كمان. طيب والبنوك مثل ما لها دور بالتوسط في عملية فتح الاعتمادات المستنديه للاستيراد، لها عملية دور بالاعتمادات المستنديه للتصدير. يعني إذا أنا مصدر لبناني، بنكي اللي أنا بتعامل معه حيكون توصل له حوالي بمبلغ البضاعة اللي أنا صدرتها بعد ما أنا أكون بعت مستنداتها. خلينا نشوف إزاي. لنفترض أن شركة بحمدون في لبنان تعاقدت على تصدير ملابس بمبلغ 500,000 دولار إلى شركة الطائف في السعودية. وهذا بيحصل، إنه الشركات اللبنانية بتصدر ملابس على السعودية، ماشي من الخيال يعني، وطلبت منها أن تفتح لأجل ذلك اعتمادا مستنديا بهذا المبلغ. مين اللي طلب من مين؟ بحمدون قالت له للطائف أنا بدي أبعت لك بضاعة ملابس ب500,000 دولار يا تفتحي لي اعتماد. بحمدون اللي طلبت من الطائف، وهو ما قامت به شركة الطائف، إذ فتحت اعتمادا مستنديا في بنك سين في السعودية لصالح شركة بحمدون طرف بنك لام في لبنان. وقد قام سين بإبلاغ لام بفتح الاعتماد الذي قام بدوره بإبلاغ شركة بحمدون بأن شركة الطائف فتحت الاعتماد. إذا أنا هون بلبنان، أنا هون بلبنان عم صدر بضاعة على الطائف على السعودية، على شركة الطائف بالسعودية، النيلة للشركة السعودية افتحت اعتماد، فتحت الاعتماد، تبلغنا أن الاعتماد اتفتح، بنكي اللي أنا بتعامل معه بلغني إنه الشركة اللي أنت عم تصدر لها فتحت الاعتماد، وبلغني بنك سين إنه اتفتح. بنكي أنا اللبناني، بنكي هو بنك لام، والسعودي بنكي هو اسمه بنك سين. أنا هلأ أنا اليوم أنا قيودي عند لام، يعني أنا هلأ حاليا المصدر، قيودي عند لام، ويكتفي لام بهذا الدور إلى أن تصله مستندات الشحن والتصدير من شركة محمدون. شركة محمدون جهزت البضاعة وشحنتها على السعودية، حملت المستندات وأخذتهم على بنك لام مشان بنك لام يبعتهم على بنك سين السعودي. فيقوم بعد فحصها، قام البنك بفحص المستندات، انه في شروط للمستندات، في مواصفات للمستندات، في لائحة بالمستندات شو بدها تكون. فحصهم وشافهم قال كله تماما. بعده عند استلام الحوالة يجعل بنك سين، بعتت المستندات، لما بعت المستندات انا هلا انا بلبنان بده يكون صار بنكي يجي حوالي، مش بده يعمل الحوالي. نحن بامثلتنا كلها كنا نحن عم نستورد، كان بنكنا اللبناني عم يعمل الحوالي. هلا هون نحن عم نصدر، بنكنا اللبناني حتيجي حوالي، مش حيعمل حوالي. إذا ما عند استلام الحوالة يجعل بنك سين اللي هو البنك السعودي يعني مدينة بقيمة البضاعة بقيد حسابي، بقيد حسابي تجعل فيه شركة حمدون دائنة مقابل عمولة. أنا هلأ كبنك لبناني لما تتعمل الحوالي بعمل سين مدين وبعمل حمدون دائني، بعمل البنك المراسل اللي عمل لي الحوالي مدين، وبعمل المستورد اللي انا وصيته بعمليه، عفوا المصدر اللي انا وصيته بعمليه التصدير، بعمله دائم بقيمه الحوالي اللي اجت. وبذلك تنتهي مهمه بنك لام من غير ان ترتب عليه في اي من مراحلها اي تعهد تجاه اي طرف. هون بنك لام بس قصه انه عرف انه الاعتماد اتفتح. هو ما هو اللي فتحه؟ فتحته شركة الطائف عن بنك سين. عرف انه استلم
من شركة أبو حمدون مستندات الشحن وبعتهم على بنك سين. لحد هلأ البنك ما عمل شيء، لا عمل تعهد ولا سلف ولا نقص حساب ولا زاد حساب. لما انبعتوا على المستندات لعند سين، على بعتهم بنك لام على سين، سين عمل الحوالي من هونيك ورايح صار بده يعمل قيود لام اللي هو بنكنا نحن هون بلبنان. يعني انا كل اللي عم يهون هي القيد اللي بده يتعمل اليوم اللي تعملت الحوالي. بس لعبتي ما حد زيد عن هذا القدر. خلينا نشوف كيف القيود في يومية بنك المصدر. نحن يعني هون بلبنان هالمرة نحن مصدرين مش مستوردين. إذا في 5/2 تسلم بنك الطموح كتاب اعتماد مستند من مراسله في العراق بنك الوصول بمبلغ 500,000، وقام بتبليغ هذا الاعتماد إلى مصدر شركة حداد اللبنانية. شركة حداد عم تصدر على العراق، انفتح الاعتماد بالعراق، وعرفنا نحن هون بلبنان بنك الطموح، نحن البنك اللبناني، يعني انه الاعتماد اتفتح. لا قيود يجريها بنك الطموح اللبناني في هذا التاريخ. فتح الاعتماد هناك لصالح المصدر بتاعنا اللي هو حداد. بس نحن كبنك لبناني بعد لهلا ما عملنا شيء. في 1/3 بلغت قيمة المستندات التي سلمها بنك الطموح من شركة حداد 500,000 بنفس قيمة الاعتماد مستندات الشحن. شو اللي عملوا بقى عن البضاعة المصدرة إلى العراق؟ وبعد مراجعة المستندات قام بنك الطموح بإرسالها إلى بنك الوصول لمراسله في بغداد. هلا هون نحن كبنك لبناني، بنك الطموح، بنك المصدر اللبناني اللي هو شركة حداد، إجا حداد لعنا قال هاي المستندات الشحن. نحن مسكنا المستندات فحصناها لقينا كله تمام، بعتناها لعند مراسلنا بنك اللي هو مراسلنا ببغداد اللي هو بنك الوصول. كمان برضو هون بعد ما صار شيء، لا قيود يجريها بنك الطموح في هذا التاريخ. في 2/3 تاني يوم جرت الحوالة من بنك الوصول إلى بنك الطموح بمبلغ 500,000، وتم قيد المبلغ في حساب شركة حداد بعد اقتطاع عمولة 200. أنا عملت الحوالي، بعت المستندات. لما بعت المستندات مراسلي بالعراق، مراسلي يعني بمعنى انه هو بنك، يعني مش انه مراسل صحفي، مراسل العراق قال لي اوكي تمام، هاي الحوالي بقيمة البضاعة بال 500,000، بقيمة الاعتماد، بقيمة المستندات. عملته انا لمراسلي بالعراق، عملته مدين من حساب المصارف والمراسلون. انا بعرف اسمه بنك الوصول، فقلت حتى بنك الوصول بس ب 500,000. بس انا شلت عمولتي 200 الى حساب عمولات مكتسبه على حوالي الخارج 200، وحطيت لها الباقي بحسابه لحداد اللي هو الباقي من 500,000 بعد ما نشيله. هذا هو القيد لما اكون انا بالاعتماد المستندي عند البنك ممثل المصدر مش ممثل المستورد. هيك بيكون القيد اللي بيتعمل هو القيد اللي بيتعمل اليوم اللي وصلت الحوالي، يوم استلام الحوالي. عملنا البنك اللي عملنا الحوالي، البنك اللي بالخارج اللي عملنا الحوالي، عملناه مدين وعملنا زبوننا دائن، زبوننا اللي هو المصدر اللي نحن ممثلينه، عملناه دائن بقيمة هيدي المستندات. هلا بيسوى اعمله دائما بيتها مستندات وارجع اعمل قيد منفصل لشيل عمولتي، وبيسوى بنفس القيد اعمله دائن بقيمه المستندات متشال منها العموله مثل هون. هون ما نعمل دائن دغري ب 500,000، نعمل دائن بالفرق بين ال 500,000 وال 200 دولار. مثال 2، في 5/3 نون تسلم بنك صوفر من مراسلي في الكويت بنك موبيان كتاب اعتماد مستندي لصالح شركة صلح اللبنانية بقيمة 250,000 دولار. نفس القصة،
هون انا بلبنان بنك صوفر، انا بنك اللي ممثل للمصدر مش ممثل للمستورد. بلغني من الكويت انه انفتح اعتماد مستندي، انا ما هون ما عندي قيود اعملها. في 1/4 تسلم بنك صوفر من شركة صلح مستندات شحن البضاعة المصدرة إلى الكويت وهي تبلغ 250,000، وبعد مراجعة المستندات جرى إرسالها إلى بنك موبيان. أنا برضو هون كبنك لبناني بنك ممثل للمصدر، إجا المصدر اللي هو شركة صلح قال لي هاي مستندات الشحن، البضاعة اتشحنت، هاي مستندات الشحن، يا ريت تبعت لي إياهم على الكويت. استلم شفتهم وفحصتهم لقيتهم صالحين إنه انبعتوا. لحد هلا أنا ما عندي شيء أعمله محاسبيا. في 3/4 جرت الحوالة من بنك موبيان إلى بنك صوفر بعد يومين يعني، وسجل المبلغ في حساب شركة صبح الجاري بالليرات اللبنانية بعد اقتطاع عمولة 250 بالليرات اللبنانية هالمرة. إذا هذا الشغل الوحيد اللي بتفرق عن فوق، إنه أنا الزبوني المصدر اللبناني اللي أنا الزبوني اللي أنا ممثله حسابه عندي باللبناني منه بالدولار. طيب سعر الدولار 1501 الأدنى، 1515 الأعلى. عند استلام الحوالة بدي مراكز قطع، لأنه أنا بدي أسجل الحوالة، بدي أسجلها بحسابه اللبناني. إذا من حساب المصارف والمراسيل بنك بوبيان إلى حساب مراكز القطع بالدولار 250,000، هذا بمحاسبة الدولار. هذا محاسبة الليرة اللبنانية. الحوالة اللي بتسجل في حساب الزبون، أنا هون لما بدي أسجل له بحسابه بدي أستعمل السعر الأدنى، يعني 250,000 ضرب السعر الأدنى اللي هو 1501، اللي أنا عم سجله بحسابه لا صبح. إذا من حساب مراكز الدولار الميوازية بالليرات اللبنانية إلى حساب الزبون صبح حسابات جارية بالليرات اللبنانية بهذا المبلغ اللي هو 250,000 ضرب 1501. هلا بالقيد الثاني، لما انا بدي اجي اقتطع العموله، هلا انا صرت عم باخذ منه. هون بقى بدي يصير عم بستعمل السعر الاعلى ال 1515. اذا من حساب الزبون صبح حسابات جاريه بالليره اللبنانيه الى حساب عملات مكتسبه على حوالات من الخارج بقيمه العموله بتاعتي ضرب السعر الأعلى اللي هو 1515، فعملت الزبون مدين ب هذا المبلغ إلى حساب عمولات مكتسبة على حوالات من الخارج.